مرحبا، بحلقتنا اليوم من قصة وعي رح شارككم أساليب تنمية الذكاء العاطفي أو الإيموشنال إنتليجنس في شهر رمضان الفضيل. تعالوا نشوف سوا. أهلا وسهلا فيك ورمضان كريم. في الحلقة الأولى من قصة وعي رح خبرك كيف تقدر تزيد من نضجك العاطفي بالشهر الفضيل. رح خبرك بعض النصايح يلي بشكل عام تقدر تساعد نفسك فيها تتعلم، لأنه تعلمنا بأغلبيته هو تعلم عاطفي اجتماعي. من خلال هالطرق تقدر تعزز روابطك الاجتماعية وأهم شيء روابطك بذاتك بالشهر الفضيل. تعاطف مثلا تقدر من خلاله مش بس تحط نفسك مكان الآخر، بس بيساعدك تفهم ذاتك لما تمرن حالك تتعاطف مع نفسك. الامتنان بشجعنا شهر رمضان انه نكون اشخاص ممتنين، احيان من خلال التدوين او حتى بمجرد ما يكون في نفس ووعي نكون ممتنين للحياة. الامتنان هو احدى ادوات نستخدمها لنصير سعيدين اكثر بحياتنا. الافطار اليومي هو حدث اجتماعي بيتناول فيه الافراد حول مائدة او سفرة طعام، بيساعدهم مش بس يتواصلوا مع ذاتهم كمان مع غيرهم باجواء عائلية وباجواء صداقة. فالافطار بيساعدنا على الانتماء وبيولد وبيعزز الشعور بالدعم. التأمل الذاتي هي فرصة لنطلع على حالنا على ذواتنا من جوا ونفهم أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا لحتى ننمى ونطور شخصيتنا. الروحانيات بشهر رمضان الكريم هو وقت للنمو الروحي وللتأمل من خلال احترام المعتقدات، فبمكننا أنه نوصل لذواتنا ونشعر أكثر بالسلام وبالطمأنينة، وأنه ما عليه إذا كان عندنا توتر أو قلق نعترف بالأمور مثل ما هي. فإذن هذا الشهر شهر رمضان الفضيل بيكون فرصة لنتشجع ونشجع بعض على الفضل وعلى الصبر وعلى الامتنان، وهيدا هو بالضبط ذكائنا العاطفي. يعني الذكاء العاطفي هو القدرة أنه نتعرف على عواطفنا ونديرها بشكل فعال وباستجابة تامة بناء على مش بس مشاعرنا وأفكارنا بس كمان المحيطين فينا. فهيك أنت بتتقرب من نفسك وبتتقرب من الله. بهالطريقة تقدر تساعد نفسك على التركيز لتنمي ذكائك العاطفي، تفهم غيرك مشاعرهم أفكارهم، وتعرف تدير مش بس أفكارك ومشاعرك وكمان تساعد غيرك بإدارة أمورهم. كيف أنت بتقدر تحب غيرك؟ أول شيء بدك تعبر عن احتياجاتك بشكل واضح، لأنه ما حدا رح يقدر يحزر شو في ببالك إذا أنت ما توصلت بوضوح. واثنين، بدك تتعلم أنه تصغي للآخر، تطلع على جسمه، على لغة الجسد، على الصوت، بدون ما تفكر بمعتقداتك وبس. وثلاثة، انه توفق بين طرفين، ما تشوف الامور بس من مساحتك. اربعة، تعلم انه تخوض النقاشات غير المريحة. يعني النقاش احيان في يكون صعب او difficult conversation. لهالدرجة بيوفر لنا الشهر الفضيل فرصة انه نزيد من تعاطفنا ومن الرحمة تجاه نفسنا تجاه الاخرين، لحتى نكون عن جد قادرين نعمل اعمال خيرية، نكون متسامحين ونحسن علاقاتنا ان كان مع أصدقائنا أو بشغلنا أو حتى بعائلتنا.